الخير مشاهدي بلقيس أينما كنتم، تقبل الله صيامكم وقيامكم، ونرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل حلقة هذه الليلة من برنامج حيث الإنسان. في كل حلقة نقترب فيها من واقع الناس، من آلامهم ومتاعبهم، ونحاول من خلال برنامج حيث الإنسان مد يد العون بما نستطيع، لكن واقعنا بحاجة للكثير من الإسناد لشرائح اجتماعية ومناطق مغيبة، وحلقة هذه الليلة من تلك المناطق التي عانت كثيراً بمعزل عن الدولة. فما وجدناه خلال جولات فريق البرنامج، لاحظنا الغياب شبه التام للخدمات، بل ومعظم أوجه رعاية الدولة لمواطنيها. وبالطبع مشاهدينا، من خلال متابعتكم لهذه الحكاية والقصص يمكنكم المشاركة معنا باختيار الإجابة الصحيحة وإرسال رقمها فقط عبر الواتساب لتدخلوا السحب معنا وتكونوا من ضمن الفائزين معنا يومياً بجوائزنا المالية، وقيمة الجوائز 300 ألف ريال توزع على 3 فائزين. في مستهل هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نذكركم وأيضا بأسماء الفائزين معنا بسؤال الحلقة 14 والذين تم التواصل معهم في الأمس. والفائزين الثلاثة هم: الفائز الأول صلاح سعيد صالح مهيبش من محافظة لحج، والفائز الثاني هدى علي قاسم علي أحمد من محافظة تعز، والفائز الثالث عيسى سعيد عبد الله صالح من صنعاء. مبروك للفائزين الثلاثة، جوائزهم المالية وقيمة كل جائزة 100 ألف ريال يمني. أيضا اليوم هناك 3 جوائز، وسنقوم باختيار الثلاثة الفائزين ممن أجابوا بشكل صحيح عن سؤال الحلقة 15 من برنامج حيث الإنسان، والتي كانت بعنوان جمال العزاني رحلة كفاح. لكن قبل ذلك أكرر الترحيب بكم وننتقل معا إلى الفقرة الثانية وقصة الليلة. مشاهدينا، منطقة الأزارق موضوع قصتنا لهذه الليلة، وجه من أوجه العناء اليمني، قصة يحملها إلينا حيث الإنسان وينقل جزءا من معاناة الأزارق المنكوبة مرتين، مرة بالمجاعة والأوبئة ومرة بغياب الدولة وخدماتها. إلى القصة. في هذه البقعة القصية والمنسية بمديرية الأزارق بالضالع، يخيم وباء الكوليرا بظله الكئيب منذ سنوات. يعني يعاني المواطن أو يعاني أبناء هذه المناطق من صعوبة الوصول لهذه المراكز نتيجة لانعدام وجود مراكز صحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنطقة. نحن يعني قمنا ببناء أو بعمل مخيم تطوعي في شهر 6/2017، وكان عملنا في البداية تطوعي في المدرسة. أمام هذا المخيم الذي أقامته منظمة الإنقاذ الدولية، يقف المواطنون وحيدين في مواجهة الطبيعة القاسية واحتمالات الموت المتواترة. في الحروب هذا قطعتنا بكل مكان، ونحن ناس فقراء مش معانا اي حاجه حتى قوت يومنا، يموت الجاهل واحنا ايش نفعله. للوصول الى هنا يقطع الآباء والأمهات رحلة شاقة تمتد لساعات، يحملون أطفالهم على أكتافهم للحصول على خدمات طبية متواضعة. والآن نحن نمشي ساعتين مسافة من البيت لهنا، فوق الحمار فوق كذا، وسيرة قاطعة نحن نوصل قريب تمام كيف عيالنا. إنها الفرصة الوحيدة للنجاة ومواجهة الموت الذي يطوق المنطقة ويتربص بأهاليها. المركز العلاجي تورسة مديرية الأزارق محافظة الضالع. المركز تأسس منذ سنتين في بداية جائحة الكوليرا بإمكانيات بسيطة. يشلوا السيارة يمكن يسافروا 5 ساعات ما يوصلون، لو المريض قد هو بيموت أو أحيانا الحالة توفى في الطريق. تتزايد أعداد الحالات
في حين تبقى الإمكانيات غير قادرة على إزاحة كل هذا البؤس والمرض عن كاهل أبناء المنطقة. في البداية كنا نستقبل من 4 إلى 5 حالات، أما الآن نستقبل من 12 إلى 14 حالة، وهي معدل كبير بالنسبة للمنطقة. المنطقة موبوءة بما أنها على ضفاف وادي تبان. شهدت الأزارق في وقت سابق أحد أسوأ فصول المجاعة في البلاد، وبحسب بيانات محلية فإن أكثر من 4000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. استقبل المركز خلال عام فقط ما يقارب 5000 حالة إسهال حاد، بالإضافة لمئات الحالات المصابة بالحصبة والملاريا. ونحن مع مسافة بعيد حملنا مشن لا المركز الصحي، أبو سووا له فحوصات منها خرج به حالات كوليرا. وجوه شاحبة وطفولة مهددة وآباء بلا حيلة، فيما يمثل هذا المركز الأمل الوحيد والنهائي لعدد من المديريات. لأن هذا المخيم لم يعد قادراً على استقبال الحالات المتزايدة، فقد بني مركز نصنع للأمل مكان، أن نوقف قتل الألوان، أن نجعل ما يشفى. تم شراء المعدات المطلوبة من عدن، وكان الطريق من عدن إلى الأزارق يحكي جانباً من معاناة المواطنين. مسافة 6 ساعات قطعها فريق البرنامج حاملاً المعدات وصولاً إلى المكان. أمل جديد يولد الآن، وعلى الرغم من أن هذه المساعدة لا تحمل العلاج النهائي للمشكلة، إلا أن هؤلاء المرضى ينتظرون جرعة جديدة من الأمل ليغادروا هذا المكان وذكرياته. المسافة المميتة لا تزال هي ذاتها، ولا يزال ينتظر الأهالي حملاً ثقيلاً حتى يصلوا إلى هذا المكان. إلا أن المهمة التي تكفل بها البرنامج في تخفيف معاناة أهالي المنطقة باتت تؤتي ثمارها. قطرة خير قد تحدث في العتمة نور، قد تجعل لليل ضمير، قد تبقي فينا سيصبح المركز الآن قادراً على تقديم خدمات الرعاية الأولية كالتحصين والتغذية والاستشارة الطبية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة في علاج الحالات العامة مثل الضغط والسكري وغيرهما. سعيد جداً بهذا الدعم، ويعتبر هذا بشارة خير للمنطقة إن شاء الله. وكما ندعو الأخوة في المنظمات الدولية ومنظمة المجتمع المدني، الأخوة في مكتب الصحة بالمحافظة، ندعو الكل إلى تكاتف الجهود لاستكمال تأثيث وبناء المركز الصحي.
إذن مشاهدينا، شاهدنا معا قصة الأزارق، هذه المديرية التي تعيش خارج إطار الدولة منذ عقود. منطقة مترامية الأطراف بمساحة تعادل نصف محافظة الضالع، وتحادث ثلاث محافظات هي لحج وإب وتعز، وهي على كثافتها السكانية إلا أنها مديرية مهمشة منذ عقود، وتعد من أفقر المديريات في اليمن جنوبا وشمالا. لا زالت تعاني الأزارق من كوارث إنسانية مجتمعة لم تتجاوز حتى اليوم، بعد أن قام بعض النشطاء بتحويل الأزارق إلى قضية رأي عام كبسام القاضي والطبيب ماجد عواس. كانت الأزارق منطقة مجهولة بمواجعها، زارتها قناة بلقيس وباقي وسائل الإعلام وسلطت الضوء على محنتها. كانت صور الأطفال التي تصلنا ووصلتكم مشاهدينا مؤلمة ومبكية ومحزنة جدا، تظهر هياكل عظمية لأطفال نهشت أجسادهم المجاعة وسوء التغذية وتفشي الأوبئة في تورس التي تحولت إلى محجر صحي. استقبل خلال عام فقط ما يقارب 5000 حالة إسهال حادة، كما سجلت مئات الحالات المصابة بحمى الضنك والحصبة والملاريا، كما تم رصد أكثر أيضا من 4000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد وخيم سوء تغذية حاد يمكن وصفه بالوخيم بحسب المنظمات المعنية. تعاني الأزارق مشاهدينا الكرام من غياب مراكز الترصد الوبائي وغياب المؤسسات الطبية والخدمات الصحية. برنامج حيث الإنسان قدم مستلزمات طبية للمركز الصحي للمديرية قيد الإنشاء، لكن ماذا عن باقي المناطق؟ فمثل الأزارق توجد الكثير من المناطق المنكوبة في محافظات الحديدة وحجة ولحج وتعز ومناطق منكوبة أخرى. نستغرب ونتساءل أين هي الدولة من هؤلاء؟ هذه المناطق تحتاج إلى تدخل طارئ، فمن يسمع؟ مشاهدي الكرام، بالتأكيد أنكم تابعتم معنا تفاصيل قصة اليوم من منطقة الأزارق حتى تتمكنوا من الإجابة بشكل صحيح على سؤال حلقة اليوم. وإليكم سؤال حلقة الليلة. السؤال يقول: كم عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في مديرية الأزارق؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول 4000 طفل، الاختيار الثاني 5000 طفل، الاختيار الثالث مئات الأطفال. إذن مشاهدينا الكرام، للمشاركة والفوز معنا بإحدى الجوائز المالية الثلاثة المرصودة لحلقة هذا المساء ولكل حلقة هناك ثلاث جوائز مالية، قيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني. ما عليكم سوى إرسال رقم الإجابة الصحيحة عن سؤال حلقة الليلة، والسؤال كما هو موجود معكم على الشاشة: كم عدد الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية الحاد في الأزارق؟ والاختيارات الثلاثة هي 4000 الاختيار الأول، 5000 الاختيار الثاني، ومئات الأطفال الاختيار الثالث. أرسلوا فقط رقم الإجابة الصحيحة، والوقت المتاح للمشاركة معنا في المسابقة يستمر حتى 5 PM الغد. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى هذه الفقرة الأخيرة في حلقة اليوم، وهي فقرة اختيار الفائزين معنا بجوائز الحلقة 15، والتي كانت بعنوان جمال العزاني رحلة كفاح. وكان سؤال حلقة الأمس يقول: كم عدد العمليات التي أجراها الجريح جمال العزاني؟ والاختيارات الثلاثة كانت: الاختيار الأول 23 عملية، الاختيار الثاني 21 عملية، والاختيار الثالث 10 عمليات. بالتأكيد كانت الإجابة الصحيحة هي الاختيار الأول 23 عملية أجراها الجريح جمال العزاني. إذن مشاهدينا الكرام، كل من اختار الإجابة الأولى وأرسلها فقط أرسل رقم واحد، والآن معنا ولديه فرصة للفوز بإحدى الجوائز المالية الثلاث، وقيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني. الآن سنقوم باختيار الفائزين الثلاثة، ونختار معا مشاهدي الكرام الفائز الأول وقيمة الجائزة 100,000 ريال يمني. بسم الله. إذن مبروك لصاحب الرقم 00967770975530، مبروك إذن لصاحب الرقم 100,000 ريال يمني. الآن نختار الفائز الثاني، وأيضا قيمة الجائزة 100,000 ريال يمني، وأجاب بشكل صحيح بالاختيار رقم واحد. بسم الله.
مبروك لصاحب الرقم 00967 7731 7631. الآن نختار الفائز الثالث ومبروك مقدما له 100,000 ريال يمني. بسم الله. مبروك إذن لصاحب الرقم 00967 7735 7074. إذن مبروك للفائزين الثلاثة جوائز حلقة الأمس، وقيمة كل جائزة 100,000 ريال، وما زالت لديكم كثير من الفرص للفوز معنا. فقط أرسلوا رقم الإجابة الصحيحة دون أي إضافات، وأتمنى لكم حظ سعيد للفوز معنا بالجوائز. نحن ندرك أن هناك ضغط كثير على المشاركة في البرنامج بسبب مجانية المشاركة في البرنامج، وأيضا لطبيعة تفاعل المشاهدين مع القصص التي تعرض في البرنامج، وربما أيضا لسهولة الأسئلة التي تطرح وتكون هي من تفاصيل القصة المعروضة. لكن يوميا معنا 3 فائزين، وقيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني للمشاركة معنا. أيضا قبل أن أذكركم بسؤال حلقة اليوم، فقط نستعرض معنا على الشاشة أرقام الفائزين الثلاثة معنا بحلقة اليوم. إذن مبروك للأرقام الفائزة، وهي ظاهرة معكم على الشاشة 3 أرقام، وقيمة كل جائزة 100,000 ريال. إذن مشاهدينا الكرام، مبروك للفائزين الثلاثة، وأذكر بإمكانية الفوز معنا والمشاركة بإجابة سؤال حلقة اليوم. والسؤال يقول، أذكركم فقط بالسؤال بشكل أخير، السؤال يقول: كم عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في منطقة الأزارق؟ موضوع قصة الليلة. والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول 4,000 طفل، الاختيار الثاني 5,000 طفل، الاختيار الثالث 100,000 أطفال. إذن مشاهدينا الكرام، وردت المعلومة في الفيلم، وبالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد أنها تتعدى الآلاف. إذن هذه نوع من المساعدة البسيطة، لكن بإمكانكم أيضا التأكد من خلال قصة الليلة من منطقة الأزارق. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية هذه الحلقة، نلقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان، وقصة جديدة. سنذهب من خلال حيث الإنسان إلى منطقة جديدة في اليمن لننقل معاناة وواقع هذه المنطقة، وأيضا سيكون لدينا 3 فائزين سنتعرف عنهم في حلقة الغد. في أمان الله. أن نصنع للأمل مكان، أن نوقف قتل الألوان، أن نجعل ما يحدث كان بالإمكان، أن نمحو بعض الأحزان، أن نمسح دمعة حرمان، أن ننقذ قدر الإمكان. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.